لم يصدق أن هناك من يموت جوعا في اليمن من بين ألغام الميليشيا وقناصاتها وقصف طيران التحالف. أتزال لليمني فرصة للموت جوعا؟ ألا يبدو موتا بأكثر طرق الفناء بدائية؟ إنه العام 2018. أهلا بكم. في بلد مزقته الحرب تبرز محنة اليمنيين على واجهة الأحداث. الوضع الإنساني في البلاد كان الحصاد الأشد مرارة على اليمنيين، ولا يزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما تقول الأمم المتحدة. لذلك شهدت اليمن أكبر موجة حديث عن الحاجة الإنسانية، وكذا عن المساعدات الإنسانية المعلن عنها والتي تتجاوز 20 مليار دولار خلال سنوات الحرب. لكن كل ذلك ظل حديث شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي. لم يرى اليمنيون من هذه الأرقام إلا النزر اليسير، إذ أن معظم اليمنيين يعجزون عن تلبية احتياجاتهم. كما تقول الإحصائيات إنه خلال العام 2018 ارتفع مؤشر الفقر في البلاد إلى 80% مع بلوغ التضخم أكثر من 40%. إذن وصلت معاناة اليمنيين حدا هو الأعلى، وحرم اليمنيون من كل شيء إلا الأمل. عام الجوع، هكذا يمكن وصف العام المنصرم 2018. ارتفع فيه عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة من 8 ملايين بداية العام إلى 14 مليونا مع ختام هذا العام بحسب التقارير الأممية. التقارير أيضا قالت إن أكثر من 22 مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم أكثر من 11 مليونا بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقالت أيضاً إن قرابة 18 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد لا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم القادمة يومياً. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة أنه كل 10 دقائق يموت طفل دون الخامسة في اليمن بسبب مرض كان من الممكن تفاديه. وقالت منظمة اليونيسف إن نحو 1,800,000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية. قدمت الدول المانحة أكثر من 2 مليار دولار في 2018، فيما أعلنت الأمم المتحدة حاجتها ل4 مليارات دولار من أجل توفير مساعدات أساسية ل24 مليون مواطن يمني في العام 2019. في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه السعودية تقديم 35 مليون دولار في 2018 مخصصة للأعمال الإغاثية والإنسانية. النزوح أيضاً قصة أخرى تضاعفت فيه أرقام النازحين في هذا العام بالإضافة إلى آلامهم، حيث بلغت إحصائيات النازحين نحو 3 ملايين نازح بحسب تقارير أممية، ويعيش غالبيتهم مع عائلات مضيفة أو في سكن بالإيجار، بينما يعيش آخرون في مخيمات مؤقتة فضلاً عمن نزحوا خارج البلاد في عواصم عربية وأجنبية عديدة. الأمراض والأوبئة نالت نصيبها من اليمنيين في هذا العام، كوليرا ودفتيريا وحصبة وجدري وحمى الضنك وإنفلونزا وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن خلال الفترة الماضية، وراح ضحيتها آلاف المواطنين خصوصا في ظل انهيار الوضع الصحي وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات. اتهامات عديدة بفساد كبير ومنظم يشوب العمل الإنساني في اليمن، حيث ترتفع أرقام مساعدات المانحين سنوياً، وترتفع أيضاً أرقام الجوعى والمرضى بشكل بلغ 3/4 المواطنين، في معادلة مخلة تكشف عن فساد يلف هذا الملف، سواء عبر لجنة الإغاثة التابعة للحكومة أو المساعدات التي تقدمها السعودية والإمارات أو حتى التي تقدمها المنظمات الأممية، ناهيك عن الفساد والنهب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. الوضع الاقتصادي المتردي ساهم في مضاعفة المأساة الإنسانية خلال العام. في منتصف العام بدأ الريال رحلة انهيار وصلت في نهاية سبتمبر إلى نحو 800 ريال مقابل الدولار الواحد، وتضاعفت الأسعار بنسبة تقارب 300%. وبعد تولي معين عبد الملك رئاسة الوزراء في منتصف أكتوبر شهد الريال تحسناً ملحوظاً، استقر حول 500 ريال، لكن أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية لم تتعافى سوى بقدر بسيط. وأفاد البنك الدولي في تقرير أصدره نهاية أكتوبر الماضي أن اليمن يعاني من ارتفاع مؤشر الفقر إلى 80% خلال 2018 مع بلوغ التضخم أكثر من 40%.
تعيش اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة، غير أن الأكثر قسوة هو أنه لا توجد مؤشرات حول رغبة الجيران والعالم في دعم وتعزيز الأدوات الاقتصادية للحكومة، ولا حتى إرساء قواعد شفافية مالية للعمل الإغاثي حتى يعرف الشعب اليمني أين تذهب تلك الأموال الطائلة التي تمنح باسمه. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من تعز سيد محمد محروس الناشط في مجال الإغاثة في المحافظة. أرحب بك سيد محمد. إذا عام 2018 كان عاما للجوع كما تقول كل المؤشرات، أورد التقرير عدد كبير منها فيما يتعلق الناس الذين هم في حاجة للمساعدات الإنسانية، من هم لا يجدون أو غير قادرين على توفير الوجبة التالية لهم، كذلك مستوى الفقر وإلى آخره. دعنا نطلع عن الوضع في بداية في تعز، كيف كان الوضع الإنساني هناك؟ ضعنا في صورة الوضع بشكل عام هناك. مساء الخير وجيه لك وللمشاهدين جميعا. تعز هي حالة استثنائية في الخارطة اليمنية بشكل عام، كما يعرف الجميع، على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وحتى العسكري، بالنظر إلى ما فرضته الأحداث الماضية على مدى الأربع السنوات التي خلت. لذلك هي عانت الكثير من الإشكاليات الكبيرة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإغاثي تحديدا. لذلك فرض عليها حصار جائر وحصار شدد الخناق على كافة نواحي الحياة. نحن نتحدث عن تقارير وإحصائية تتحدث عن أن نحو 57% من سكان تعز يعيشون ظروف صعبة وسيئة وكارثية على المستوى المعيشي. هناك ما يقرب من أكثر من 10,000 شخص في تعز ومحيطها مهددون بالمجاعة وبالموت جوعا. هذه آخر الإحصائيات التي توصل إليها معهد الأمم المتحدة في تحليل له هو وشركاء من جهات في سياق المساعدات. لذلك نحن نتحدث عن كوارث متعددة تعيشها تعز، تدفع ضريبة وقوفها إلى جانب اليمن وإلى جانب التاريخ اليمني بشكل عام. لذلك هي بمقابل ما تعانيه من حصار جائر مفروض عليها عسكريا يمنع دخول المساعدات الإنسانية عامة، هي تعاني أيضا من إهمال أنا أراه متعمدا من الحكومة الشرعية. هذا الإهمال أورد تعز المهالك وسبب لها العديد من الإشكاليات، حتى وصل الحال بأن يقحم الجانب الإنساني والإغاثي في إطار الصراع السياسي والعسكري الذي هو يعد العنوان الأبرز لمدينة تعز، المدينة الاستراتيجية التي تدور حولها الدوائر من كل جانب. طيب هل لك أن تكون يعني أن تعطينا تفصيلا أكثر أن يعني فيما يتعلق بخطة الطوارئ، هل هناك خطة طوارئ وإغاثة شاملة أثمرت على الأرض خلال العام 2018، خصوصا يعني في ظل انهيار الوضع بشكل يبدو غير مسبوق؟ نعم، لا يوجد هناك تناول إعلامي، هناك تنشيط إعلامي، هناك كذب على الشارع اليمني، على الإنسان اليمني الذي يموت في السهول وفي الجبال في البحر وفي البر وفي كل مكان. الموت هو العنوان الأبرز لليمنيين خلال 2018، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا أو حتى على مستوى الإغاثة والجانب الإنساني. بالله عليك، حين نتحدث عن 4 مليارات دولار رصدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى
كجانب إغاثي لليمن على مستوى المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية ومساكن الإيواء الوقائية. هذه كلها لم تفعل شيئا حتى إذا ما وصلت. أنا أجزم بأنها لم تصل بحسب المؤشرات التي نراها على الأرض. هناك ما يقرب من 10.8 مليون يمني يموت، يعني هؤلاء مهددون بالجوع الحتمي. هؤلاء يعني على وشك أن يموتوا، منهم 63,500 شخص مهددون بالموت تماما. نتحدث عن إطار عام. هذا الإطار يعاني عبث تنظيمي وانعدام الرؤى الحقيقية على الأرض في تنظيم المساعدات الإنسانية، وأيضا مسألة وصولها إلى المحتاجين الحقيقيين من الفقراء. نتحدث أيضا عن أن هناك المساعدات الدونية التي تصل إلى المدن لا تصل تماما إلى القرى. أنا حقيقة قبل أن أكون معكم هنا رصدت الكثير من الآراء، لدي زملاء، لدي أيضا أصدقاء، سألتهم كيف ترون هذا الجانب. هم يتحدثون عن أن القرى لا يصلها شيء، وإن وصل هو من باب التعزيز الظهور الإعلامي لكيانات وهيئات وتنظيمات ومؤسسات، وأحيانا للأمم المتحدة ذاتها التي حقيقة لم تفعل شيئا حقيقيا. الأمم المتحدة لم تنشط بفاعلية على الأرض اليمنية، وواجهت العديد من العوائق والمصاعب، لكنها لم تبرز للعالم شيئا من ذلك، وهي مسؤولة كل المسؤولية، على اعتبار أنها هي التي تقوم بتنشيط الجانب الإنساني في اليمن، وأيضا محاولة توفير ما يسد به اليمني رمق عيشه وحياته. نحن أمام إشكاليات كبيرة جدا. الأمم المتحدة وإن كان هناك محاولة اليوم من برنامج الأغذية العالمي الذي حاول التطرق أخيرا وبعد 4 سنوات شاقة من عمر الصراع اليمني، اليوم برنامج الغذاء العالمي تحدث بوضوح، أخيرا هناك منظمة تابعة للأمم المتحدة قالت للعالم ما الذي يحدث. طيب دعنا نعرف ما الذي يحدث بالضبط من برنامج الغذاء العالمي التي تنضم إلينا الآن بهذه اللحظات السيدة ريم ندى المتحدثة باسم هذا البرنامج. أرحب بك سيدة ريم. يعني خلال الأشهر الأخيرة تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمية، ما هي المعلومات بهذا الخصوص؟ هو طبعا تزايدت في الفترة الماضية، في خلال 3 أشهر الماضية، تقارير عن بيع المواد الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي، كما أيضا هناك بعض المواد الإغاثية الأخرى التي تباع في الأسواق في اليمن وخاصة في صنعاء. هذا من دفع برنامج الأغذية العالمي إلى التحقيق في هذا الموضوع. تم الكشف عن أن هناك فعلا تلاعب في توزيع المساعدات الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي من قبل واحد من شركاء البرنامج، يعني جهة من المتعاونين مع برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، وذلك من خلال الاتصال يعني تحققنا من ذلك من خلال الاتصال بالمستفيدين الذين أكد بعضهم أنهم لم يستلموا أبدا حصصهم الغذائية، وفي بعض الأماكن لم يرى أبدا المستفيدين الحصص الغذائية الخاصة بهم. طبعا يطالب برنامج الأغذية العالمي الحكومة في صنعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التلاعب وهذا العمل الإجرامي كما يعني وصفناه في البيان الذي صدر لنا اليوم، لأن يعني هذا بمثابة يعني سرقة اللقمة من أشخاص يعني هم في أمس الحاجة إليها. طبعا يعني يتم الآن أيضا التحقيق في هذه الممارسات في أكثر من منطقة باليمن للتحقق من أن هي ليست بظاهرة واسعة الانتشار. طيب هذا يدفع للتساؤل، ما هي المعايير التي تتم فيها أو وفقا لها الرقابة على
مثل يعني مسألة توزيع المساعدات وصولها، ومتى تقوم الأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي متى يقوم بهكذا مراجعة؟ فقط عندما يرتفع صوت الناس، يعني أقصد الحديث عن هذه التسريبات في وسائل الإعلام. هو يعني عندما زادت بشكل كبير بيع سلع برنامج الأغذية العالمي في الأسواق المفتوحة، فنحن في برنامج الأغذية العالمي دائما نقول أن في بعض في ظل هذه أزمات، تلك أزمات كبيرة مثل اليمن، حين أن يكون هناك مساعدات غذائية كبيرة في منطقة، خاصة في ظل وجود شح كبير في الأموال السائلة، خاصة أن هناك أناس كثيرين يعني خسروا وظائفهم، خسروا رواتبهم، هناك صعوبة في التحصل على أموال، فنحن معتادين أن بعض المستفيدين يلجؤون إلى بيع بعض المواد الغذائية الخاصة بهم حتى يتحصلوا على بعض الأموال لأشياء أخرى، مثلا على سبيل المثال أدوية أو إيجار بيت أو أشياء مثل هذا. ولكن بالشكل الذي رأيناه نحن في العاصمة صنعاء في الثلاثة أشهر الأخيرة، نحن رأينا يعني صناديق من الزيت، أكياس وأشولة من البقول تباع في الطرقات، فهذا كان بيع منظم وممدهج، فهذا يعني هو علامة على أن هناك شيء خطأ يحدث. طيب يعني ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قال بالنص وأنا أقتبس هنا: هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوع. يضيف: يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي. لكن الناس يتساءلون من هي هذه الجهة التي تقوم بسرقة الطعام من أفواه الجوع؟ هو كما ورد في البيان الذي أصدره برنامج الأغذية العالمي اليوم، الجهات أو الجهة التي رصدنا هذه الممارسات المخالفة لها هي تابعة لحكومة صنعاء، ونحن يعني نطالب الحكومة في صنعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا العمل الإجرامي كما ذكر بيزلي، وإلا سنضطر إلى وقف المساعدات مما يشكل خطورة كبيرة على يعني الأشخاص الآخرين الذين يستفيدون من المساعدات. طيب إذن ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في حال أو يعني مسألة تقدير هذه المسألة أنهم نفذوا أو لم ينفذوا، يعني كيف ستقدرونها وما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟ برنامج الأغذية العالمي يطالب له ستة أشهر، يطالب الحكومة في صنعاء بتفعيل النظام البيومتري الذي يتأكد من شخصية المستفيد في حالة استلامه المواد الغذائية عن طريق البصمة وبصمة العين، وهذه هي الطريقة متبعة بها برنامج الأغذية العالمي في الأردن مثلا مع اللاجئين السوريين، وبهذه الطريقة نتأكد تماما من أن مستلم السلة الغذائية هو الشخص بعينه الذي هو في السجلات لدينا، كما أيضا مسح الأشخاص المستحقين للمساعدات الغذائية وإجراء هذا التحقيق في إذا كان هؤلاء الأشخاص هم فعلا الذين نستهدفهم أم لا. طيب هل هناك توقع بأن تكون هذه الظاهرة منتشرة في أماكن أخرى ليس فقط في صنعاء؟ كما قلت هو نحن رصدنا هذه الظاهرة في صنعاء في سبعة نقاط توزيع، ولكن برنامج الأغذية العالمي مستمر بالتحري وتحقيق هذا الموضوع حتى نتأكد من أن هذه ليست ظاهرة واسعة الانتشار في اليمن. أشكرك سيدة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف. إذا كان هذا هو حديث ريم ندى، كيف تعلق على هذه المسألة أستاذ محمد محروس؟ نعم، وجيه هي لم تأتي بأشياء جديدة بالمرة،
في اعتقادي اليمنيون يعرفون جازمين من يقوم بهذا العبث عامة، لكن من الجميل جدا أن هناك منظمة تابعة للأمم المتحدة أخيرا خرجت إلى النور وأبرزت للعالم حقيقة ما يحدث لليمنيين في هذا الإطار. سبق البيان، بيان الأغذية العالمي، سبقه تحقيق استقصائي لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية. هذه الوكالة تحدثت عن أن الحوثيين يأكلون الغذاء من أفواه الجائعين، هكذا عنونت بهذه الجملة حقيقة التي تختزل كافة معاناة اليمنيين على هذه الخارطة المشتعلة بالنار وبالجوع وبالخوف. عموما هي لم تأتي بجديد كما قلت، لكن أكدت وكمسؤولة أيضا بينت حقيقة ما يحدث. ربما هم رصدوا في صنعاء، هناك أيضا في الحديدة، هناك في عدن، هناك في محافظات عدة، نتحدث عن آلاف السلع الأساسية التي قدمت كمساعدات اختفت تماما وذهبت إلى جبهات القتال إلى المقدمة وبيعت في الأسواق السوداء وظهرت أمام الملأ وأمام على مرأى ومسمع الكل، ولكن لم يكن هناك تعليق مباشر. اليوم ظهرت كما قلت أو ظهرت يعني ربما هذا كان أول مرة تقول يعني يحدد برنامج الأغذية العالمي من يقوم بمثل هكذا فعل ويعني يتهم بلهجة حادة يعني ميليشيات الحوثي وذكروا بهذا الاسم يعني بالاسم بالتحديد أقصد. طيب في هذا السياق يعني الآن السبب المباشر. نعم إذا ما عدنا إلى تعز في نقطة هامة كنا توقفنا عندها قبل مداخلة ريم ندى، من هي أكثر الجهات الإغاثية الفاعلة في المدينة على مستوى تقديم خدمات الإغاثة الطارئة وما يتعلق بمراعاة احتياجات الناس هناك؟ نعم، منذ عام التدخل الإغاثي والإنساني في تعز بات محدودا للغاية، لم تعد تعز تحصل على ذلك الكم الذي يمكن من خلاله تجاوز المحن الإنسانية وأيضا تحسين مؤشرات الخوف التي تظهر من حين لآخر. هناك محاولات للتدخل من قبل أيضا من قبل الأغذية العالمي وعبر منظمات وسيطة ككير وكذلك الأوتشا ومنظمات أخرى فاعلة، لكن كل ذلك لا يصل للناس عموما، لا يصل حتى للمحتاجين الحقيقيين. هناك فقراء، هناك نازحون من محافظات أخرى يعانون الأمرين ولا يجدون قوت يومهم. تحدثت سابقا عن أن هناك حوالي أكثر من 10,000 مهددون بالموت والمجاعة جراء ما يجري، وأن هناك نحو 57% من سكان تعز يعيشون تحت مؤشرات انعدام الأمن الغذائي. إضافة لذلك بشكل عام نحن نتحدث عن اختفاء أكثر من 600,000 سلة قدمت من مركز الملك سلمان. هذه الآلاف السلة التي كانت ستوفر العديد من السلع الأساسية للمحتاجين اختفت في ظروف إلى الآن لم تظهرها التحقيقات، هذا إذا ما كانت هناك تحقيقات حقيقة. الحديث عن بيع 5,000 كيس رز من الأرز هذه كارثة. الحديث أيضا عن نهب 705 سلل غذائية. الحديث أيضا عن السطو على أكثر من 110 أكياس من الحبوب. هذه كلها مؤشرات سلبية أقحمت تعز في هذه الحرب، ثم أقحمت في صراع طويل الأمد، ثم أقحم الإنسان في تعز هنا ليعيش أبد الدهر في معاناة حقيقة مؤلمة للغاية. المنظمات الدولية
مقصرة جدا، هناك قصور غير عادي، هناك قصور حقيقة مؤلم جدا في تعز فيما يتعلق بهذا الجانب. وإن كان التركيز على الجانب الإغاثي فقط إلا أنه لم يلبي الاحتياج العام، وتعز لا تحتاج فقط للغذاء، تعز تحتاج أيضا للدواء. لدينا آلاف المصابين بالسرطان والفشل الكلوي وأيضا السكر وأمراض أخرى مزمنة، هؤلاء هم الآخرون يعانون أو يتقلبون ما بين الموت والحياة. نعم. ويستغيثون ولا يجدون من يلبي. إذن هناك احتياج بالفعل كبير، وهناك أرقام كبيرة تعلن أيضا في هذا السياق. على كل حال أشكرك أستاذ محمد محروس الناشط في مجال الإغاثة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، الحديث حول الوجه الآخر للمعاناة الإنسانية، الجانب الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. ينضم إلي في هذه الأثناء السيد عبد الواحد العوبلي الصحفي والمهتم بالمجال الاقتصادي. أرحب بك أستاذ عبد الواحد، إذا من ماليزيا أهلا بك. نهاية العام، الوضع الإنساني صعب، الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد أيضا صعب. هل ترى أن الاقتصاد اليمني، يعني في نهاية السنة كان هناك تحسن في سعر الريال، هل هذا التحسن سيستمر؟ الوضع الاقتصادي سيتعافى خلال العام القادم؟ كيف ترى الاقتصاد؟ السؤال يمكن هذا هو الإنجاز الوحيد اللي قدرت حكومة معين عبد الملك إنها تحققه، بأنها قدرت توقف تدهور الحاصل في سعر الريال اليمني وتخفض هذا السعر. لكن من الجانب الآخر الحكومة وقفت عجزة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات المقدمة للمواطن اليمني، ولم تتمكن من تخفيض أسعارها بما يتوازى أو يتوافق مع الانخفاض في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. وبالتالي قد يكون هذا الانخفاض أدى إلى زيادة المعاناة بسبب كثير من المواطنين اليمنيين يعتمدون على المبالغ القادمة من ذويهم في الخارج والتي تصل بالعملة الأجنبية، وبالتالي هم فقدوا سعر الصرف، فقدوا قيمة الصرف، وبيواجهوا الزيادة السابقة في الأسعار. بالنسبة للوضع خلال العام القادم، بحسب التصريحات اللي أصدرها البنك المركزي، أن هناك تقريبا 3 مليار دولار ستصل إلى الحكومة اليمنية عبارة عن ودائع من الإمارات ومن الكويت، وهذا سيساعد على استمرار تأجيل الانهيار وليس حل المشكلة، لأن في النهاية هذه كلها عبارة عن قروض تتحمل اليمن والشعب اليمني كل تبعاتها وفوائدها المستقبلية. فما يحصل حاليا وما تقوم به الحكومة هو تأجيل الانهيار واستمرار نفس السياسات ونفس الأدوات اللي استخدمتها الحكومات السابقة من الاعتماد على القروض أو المساعدات أو الطباعة النقدية بدون غطاء. طيب إذن يعني أفهم منك أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تقوم بها ولم تفعل إلى الآن، ما هو بحسب المتاح، ما الذي يجب على الحكومة القيام فيه في هذا الصدد؟ بالتأكيد إحنا عندنا طبعا بالإضافة إلى موضوع سيطرة الحكومة على مواردها السيادية، لأنه حاليا كل الموارد أو أغلب موارد الدولة بتتحرك بحرية خارج المنظومة المالية والمصرفية للحكومة اليمينية وبعيدا تماما عن تصرفها. لكن احنا بدلا من الاعتماد على الاقتراض اللي يتمثل الودائع التي تأتي من الخليج، بالإمكان تفعيل موضوع المساعدات اللي ما يكونش بعدها التزام، لأنه حاليا في حوالي 3 إلى 4 مليار التزامات للمانحين
افترض انها وصلت لليمن، وزي ما غطيتهم في الجزء الاول. طيب بهذا السياق، يعني بهذا السياق اذا ما تحدثنا عن خطه الاستجابه الانسانيه للعام 2018 استاذ عبد الواحد، وحتى 12 من ديسمبر من هذا العام تحدثت الأوتشا ان الخطة الاستجابة كانت وصل إجمالي تمويل خطة الاستجابة إلى 2,368,000,000 دولار من إجمالي الاحتياج في هذه الخطة للعام 2018 الذي يبدو أنه ينقص بحدود حوالي 600,000,000 دولار. هل هذا برأيك أمر طبيعي في سياق الوضع الإنساني في اليمن؟ بالطبع غير طبيعي، لكن هذا بيعكس مدى عجز الحكومة وفشلها في إدارة هذا المنح. يعني لما المانحين يعجزوا عن، أو لما تعجز الحكومة اليمنية عن استيعاب المساعدات القادمة من المانحين، ونوصل لنهاية الفترة المالية ونهاية السنة المالية والحكومة مش قادرة في تنظم أمورها وتستوعب المساعدات القادمة وتوصلها إلى المستفيدين على الأرض، فهنا في عندنا مشكلة كبيرة جدا ومؤشر خطير إنه في الوقت اللي اليمن بحاجة إلى زيادة هذه المساعدات، نجد إنه المانحين بسبب عدم استيعاب المساعدات السابقة بنجد إنهم سيلجؤوا إلى تخفيض المبالغ المقدمة. اللي بقول لك المانح يقول لك انا مخصص لك هذا المبلغ وانت مش قادر تصرفه، طبعا انت احتجت هذا المبالغ في الوقت اللي في غيره في مكان اخر من العالم بحاجه الى المبالغ اللي انت عطلتها وانت احتفظت بها لم تستطيع الاستفاده منها. فهذا مؤشر خطير جدا وموضوع في منتهى الحساسيه، ومؤشر اخر لفشل الحكومه اليمنيه وفشل المؤسسات اللي بتنسق واللي بتنفذ على الارض بهذا الاستيعاب المنح القادمة والمعونات القادمة من البلد القادمة من المانحين الأجانب ومدى استفادة المواطن اليمني. طيب في هذا السياق دعنا نشارك معنا في الحوار الصحفي همدان العلي المهتم بالشؤون المجتمعية. أرحب بك أستاذ همدان. كثير ما يتم الحديث عن المساعدات التي تأتي إلى اليمن، يعني إذا ما جمع الإنسان إجمالي المبالغ المعلنة قد تصل خلال سنوات الحرب إلى 20 مليار دولار، لكن في نهاية المطاف عندما يرى ذات الشخص ويمشي في الشوارع اليمنية لا يجد آثارا. هل لأن الوضع الإنساني صعب أم أن هذه الأموال تذهب إلى أماكن أخرى بخلاف المحتاجين برأيك أستاذ همدان؟ مرحبا بك أخي العزيز، أنت وضيوفك والمشاهدين الكرام. يا أخي الكريم، مسألة أو موضوع المساعدات الإغاثية في اليمن موضوع معقد، وبالرغم من وضوحه وموضوع تحدث الكثير عنه منذ بداية الحرب، ولكن كان هناك أذان لا تريد أن تسمع، ويعني أشخاص فاعلين في هذا الملف لا يريدون أن يعملون بالشكل الصحيح. هناك أموال تتدفق، أموال ضخمة جدا تقدمها الدول المانحة، لكن ليس لها الأثر المباشر على الأرض، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، ولهذا تظهر يعني مظاهر المجاعة بين الوقت والآخر في هذه المناطق بخلاف المناطق الأخرى. في المناطق الأخرى إلى حد ما هناك فرصة في تقديم المساعدات بشكل مباشر من قبل المنظمات أو من قبل الجهات المانحة، لكن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هذه الفرصة معدومة، ولهذا تلجأ الدول المانحة لوسيط دولي والذي هو المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية لأنها في حكم المحاصرة ولا تستطيع التحرك بشكل يعني بأريحية تامة وبشكل محايد، تعتمد على وسيط محلي، وبين الوسيط الدولي والوسيط المحلي تضيع جزء او يضيع جزء كبير من يعني هذه المساعدات فيما يسمى المصروفات التشغيليه. هذا اولا. الامر الاخر، هناك كم هائل من الفساد المالي والاداري يبدا من عند عمليه تسجيل المستحقين او تسجيل الفقراء الذين يستحقون هذه المساعدات من خلال وضع أسماء وهمية أو تسجيل أشخاص حقيقيين لكنهم لا
لا يستلمون هذه المساعدات، ولعل الفضيحة التي ظهرت قبل أيام فيما يخص مؤسسة الثورة الطباعة والنشر إحداها انتهى يعني وصولا إلى عملية المناقصات التي يتم إنجازها من أجل شراء المواد الغذائية والصحية التي تعتبر مساعدات. كل هذه المراحل تمر بعمليات فساد واسعة، والسبب لأن هناك غياب حقيقي للرقابة الحكومية والرقابة المجتمعية وحتى المتابعة للمانحين بدرجة أساسية. طيب هل فعلا الأرقام التي تعلن، يعني التحالف يتحدث عن 18 مليار في كثير من الأحيان، خطة الاستجابة الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والتي في الأخير تقدم تقارير مالية يمكن لأي يعني جهة أن تنتقدها وتأخذ وترى الأخطاء فيها، تتحدث عن خطة استجابة إنسانية كانت مطروحة بثلاثة مليار، ما تم تمويله مليارين وثلاثمائة وثلاثين مليون تقريبا أو سبعين مليون تقريبا، وتتحدث عن تمويل لدول أخرى خارج نطاق خطة الاستجابة. يعني هل هذه الجهات أساسا تضخم من المبالغ التي تقول إنها تعطيها لليمنيين؟ هناك يعني يجب في الوضع الطبيعي أن تقوم الجهات المعنية في الحكومة اليمنية وهي تحديدا وزارة التخطيط بأن تتابع هذه العملية وتوضح للناس ما الذي وصل وما الذي لم يصل، وأيضا المنظمات الدولية هي مطالبة بإصدار تقارير تفصيلية بشكل مستمر لإيضاح هذه المسألة. من أخطاء المنظمات الدولية أنها تتماهى مع الاستغلال المالي، الاستغلال عفوا السياسي والعسكري والطائفي الذي يمارس من قبل العاملين في المنظمات ومن قبل جماعة الحوثية المسلحة. هناك استغلال سياسي، هناك من يريد أن يستمر الوضع الإنساني في التفاقم لإجبار المجتمع الدولي على التدخل وإيقاف الحرب ضد جماعة الحوثي، ولهذا هناك من يعمل على تجويع الناس، وهذا واضح. وبيان منظمة أو برنامج الغذاء العالمي خير الدليل، يعني حوالي 60% من المساعدات بحسب البيان بحسب رئيس المنظمة لا يصل لمن يستحقها في صنعاء أو في مناطق الحوثيين، وهذه جريمة، وهذه جريمة واضحة. هناك من يجوع الناس، أيضا الاستغلال العسكري، يتم تجويع الناس وفتح مجال واحد وهو القتال في الميادين لمن يريد أن يكسب المال، ويعني هذا ما يتم في مناطق الحوثيين، يتم حرمان الناس من المساعدات التي تقدم من الدول المانحة ليتم إجبارهم للذهاب إلى جبهات القتال، وهذا كما قلنا هناك يعني أشخاص ليس لهم علاقة بما يحدث من خلافات سياسية ولا يؤيدون أي طرف من الأطراف، ولكنهم يجبرون للذهاب للقتال مع الحوثيين من أجل السلة الغذائية التي تقدمها الدول المانحة لكل اليمنيين. وهناك أيضا استغلال كما قلنا طائفي، وهو من خلال إنشاء منظمات دينية ذات طابع ديني، منظمات محلية ذات طابع ديني حتى من مسمياتها يتم يعني تقوم المنظمات الدولية بتسليم هذه المنظمات جزء من هذه المساعدات باعتبارها وسيط محلي ليتم توزيع هذه المساعدات تحت لافتات دينية، وبالتالي يتم استهداف فكر المجتمع وتغيير فكره ووعيه، وأن هذه المساعدات تقدم من جهات دينية ويعني بشكل أو بآخر يتم التأثير فيهم. هناك يعني أخطاء كثيرة وجرائم إن صح التعبير ترافق عملية توزيع المساعدات، وحتى أن هذه المساعدات في كثير من الأحيان أصبحت وسيلة لمد يعني لإطالة أمد الصراع وليس للحد من معاناة اليمنيين. أشكرك أستاذ همدان العلي الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعية، كنت معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف من الرياض. إذن بالعودة إليك أستاذ عبد الواحد، يعني في سياق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية تقول الأمم المتحدة أن يعني من يمول خطة الاستجابة الإنسانية هي السعودية والإمارات الولايات المتحدة الكويت والمملكة المتحدة وألمانيا وثم المفوضية الأوروبية كتسلسل لأبرز الداعمين. هناك أيضا تمويل
خارج خطة الاستجابة الإنسانية يستهدف اليمن، الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية في صدارة الممولين بحسب أرقام الأمم المتحدة أو الأوتشا تحديدا. هل هذا يعني أن هذه الجهات تقوم بما عليها وفقا لمسؤولياتها في اليمن؟ بالتأكيد هو الموضوع هو تسلسلي وعدة دروس داخل الساعات تعمل كلها مع بعض، فأي تقصير من أحد الجهات يؤثر بالتالي على العمل بشكل عام. فيما يتعلق بدور المنظمات، لو حابين ان احنا نعمل له تقييم بسيط، هنلاحظ انه مثلا في تماهي في اهمال او لنقل تواطؤ احيانا في بعض الاحيان. يعني فيما قبل اعلان برنامج الغذاء العالمي عن انه الحوثيين ان لديهم ادله ان الحوثيين يقومون بسرقات المساعده زي ما ذكروا بيوسف من سابق متحدثين عن برنامج الغذاء. طيب ما من زمان واحنا بنشوف المساعدات تتباع في الشوارع، من زمان واحنا بنعرف وبنرى رأي العين ان الحوثيين بيقوموا بسرقه المساعدات وبيقوموا بعمل تجاوزات، تمام، والمنظمه اللاجنبيه تغض النظر. اين كنتم طوال فتره هذه السنه او السنوات السابقه ولم تسلطوا الضوء الا الان؟ هل هناك موضوع يتعلق لنقل بمجرد اقفال الحسابات وتغطيه العجز الحاصل نهايه السنه لاغراض التقارير لا اكثر ولا اقل، ام انه هناك اهمال والناس محاوله فقط لتمرير خططهم الخاصه وما الى ذلك؟ ففي عجز في تقصير وفي تواطؤ وفي فساد. لازم نقول هذا الكلام بكل وضوح، سواء من قبل المنظمات المنفذة ومن قبل المنظمات الأجنبية ومن قبل المنظمات المحلية المنفذة من الباطن. وبرغم أن هذه المواضيع كلها بالإمكان السيطرة عليها والتحكم بها عبر عدة إجراءات وأدوات محددة ومعروفة في هذا المجال، يعني على سبيل المثال توصيل المعونات المالية للمستفيدين. لحد الآن لا تزال هذه المنظمات تعتمد على توصيل المعونات للمستفيدين يدا بيد، بالرغم انه بالإمكان بداية المشروع عمل حساب خاص لكل مستفيد باسمه في الكريمي او في اي مصرف آخر، وبالتالي يتم ارسال هذه المبالغ بشكل شهري او بشكل دوري الى حسابات المستفيدين، ويكون لديهم كل المستندات والوثائق المؤيده للصرف والاستلام للمستفيدين. لكن الاعتماد على العمل بالكاش او النقديه يفتح الباب على مصراعي للفساد وللتلاعب ولكل هذه المشاكل. طيب يعني في كثير في حديث عن الوضع الانساني عموما استاذ عبد الواحد، يعني هناك تقارير تقول أن اليمن على شفا المجاعة. مسألة تحديد المجاعة لدى الأمم المتحدة هناك معايير وسلم لم تصل اليمن إليها بعد، لكن يقول كثير من المختصين في هذا المجال أنه بالفعل إذا وصلت اليمن إلى حد المجاعة فإنه في وقت إعلان هذا الأمر لن تكون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية قادرة على تدارك الأمر بأسرع وقت ممكن بسبب الصعوبات اللوجستية وصعوبة إيصال الإغاثات. كيف يمكن تجنب التدهور الذي يبدو أننا نحن مشرفين عليه أو مقبلين عليه؟ موضوع من يقرر إذا كانت اليمن على شفا مجاعة أو لا أو يقيم الوضع الحالي في المدى هو من اختصاص ومن صميم عمل الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة تحقيق التعاون الدولي أو الهيئة العليا للإغاثة الموجودة. هذه الجهات الحكومية وشركائها في الداخل هم اللي يستطيعوا حصر الاحتياج ويقدموا تقاريرهم واحتياجاتهم للمانحين الأجانب، يقوموا بالتنسيق معهم لتوزيع المساعدات الواردة للمستفيدين جغرافيا وكميا ونوعيا. فغياب دور الحكومة في هذه الجزئية
بيسبب هذا الارتباك، بيسبب هذا التخبط، وبيسبب انه كل منظمه من المنظمات الاجنبيه وشركائها المحليين في الداخل بيشتغلوا كلهم ضمن جهدها الخاص وضمن خطتها الخاصه بدون اي تنسيق وبدون اي حتى رقابه، لانه غياب دور الحكومه اليمينيه بيفقد الموضوع التخطيط، بيفقد كذلك الرقابه والتقييم على الاداء وعلى ما يتم تنفيذه على الارض. هنا مشكله في الحكومه اليمينيه واهتمام المسؤولين الموجودين بانهم فقط يحصلوا على مصالحهم الخاصه او يمولوا منظمات تابعه لهم او قريبه لهم او لاحزابهم على الميدان وهذا كل شيء. فلن يستطيع تستطيع المنظمه الاجنبيه المانحه او المانح الاجنبي ان يقوم بعملنا كيمنيين على الارض اليمينيه، خصوصا انه كثير من الاجانب بسبب ظروف امنيه وظروف الانتقال داخليا ما غير قادرين على الوصول الى المناطق الجغرافيه والى ذات التضاريس الصعبه او ذات الظروف الغير مهيئه للانتقال مثل المواطن المحلي، وبالتالي كل هذه العمليه يجب ان تتم ويتم السيطره والتحكم بها من قبل الجهات المعنيه في الحكومه اليمنيه. إذن والأمل أن يكون العام القادم أفضل من هذا العام فيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي والإنساني. أشكرك أستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي الذي كنت معنا عبر السكايب من ماليزيا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذا العام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.